من ضمن حاجات كتير كانت بشوفها في منتخب مصر معيبة، بقول احنا ازاي لحد دلوقتي منتخب مصر ما عندوش محتوى؟ يعني نحن نمتلك نجوما ولكننا لا نملك محتوى على صعيد المنصات الإلكترونية. فتستغرب انه كل المنتخبات عندها لقطاتها الخاصة اللي بتعرضها وتستعرض بيها وتخلي تخاطب جماهيرها وتخاطب جماهير الخصوم التانية، وتعرض شوية مواقف تعكس الروح، وتعاملنا فيها دايما كان معرفش هل من منطلق انه يقفل علشان المعسكر، والناس كانت متناسية مثلا انه الترويج ليك والمنتخب بلدك وزيادة الشعبية والرقعة التشجيعية وربط الناس بالمنتخب بيجي من شوية حاجات شبه كده، تفاصيل على فكرة بجنيه وربع، تفاصيل بجنيه وربع مش أكتر من كده، بس التفاصيل دي لما بتتعمل صح بيوصل الهدف بتاعها. من كام يوم نزل فيديو للعيبة منتخبنا الوطني وهم بيلعبوا مع بعض بينطقوا الكورة، في أبسط من كده حاجة؟ اللي هو وإحنا بنلعب مع بعض. بس أنا كمشاهد، أنا كمواطن ما شفتش مثلا قبل كده مهارة عبد المنعم في لقطات كتير، ما شفتش مهارة زيزو، أنا عارف إن هم لعيبة جامدة، بس اللقطات الفردية ديت أنا ما شفتهاش، المهارات الفردية دي أنا ما شفتهاش، لأن هم دايما محطوطين تحت ضغط سلم واستلم، ولو هيعمل فنت ففنت بسيط جدا جدا عشان ما يعني يخدم مصلحة اللعب. فتعالى أفرجك على فيديو من الفيديوهات اللي تقول إنه المحتوى مهم جدا انه يتقدم لمنتخبنا الوطني بهذا الشكل. معرفش مين المسؤول عليها مع عنه، هل المركز الاعلامي لمنتخبنا الوطني، هل هي المتحده للرياضه، ايا ما يكون هو من هذا المسؤول عن المحتوى اللي خرج، فانا بشكره جدا جدا. بيرش ساغ، تعالوا نشوف. ولد بقاش ساغ، عادي جدا. النهارده لقطه ترويجيه قصد منها ان هو يقولوا للناس يلا نشجع منتخب مصر، تعالوا نتابع. ابتدي تزحف لعبه مصر، واحد بيقول لك المدافع الاعظم والله. ايه ده؟ مش انا كنت معاكم ولا ايه؟ مش مهم مين احسن من مين، المهم نشجع مصر. ابتدي تزحف لعبه مصر، واحد بيقول لك المدافع الاعظم والله. ايه ده؟ مش انا كنت معاكم ولا ايه؟ مش مهم مين احسن من مين، المهم نشجع مصر. الرابطة اللي بتفرق معايا قوي ان الناس تفهم ان احنا داخلين على منتخب مصر. منتخب مصر يعني ايد واحدة، والايد الواحدة دي مينفعش تفك من بعضها، وانه جماعة خلاص احنا قلنا اللي نفسنا فيه في الاختيارات وفي كل حاجة، جماعة منتخب مصر هو ده وقت منتخب مصر. فهو انا اسف والله العظيم في اللي انا بقوله، هو مش وقت انا رايح اشجع لعيب بشكل فردي، انا مش رايح اشجع عبد المنعم في مركزه فلازم عبد المنعم يلعب على اي حد عشان انا اهلاوي، او زيزو يلعب على اي حد عشان انا زملكاوي، هو ده مش وقته. هو وقته ان الراجل ده معاه ادواتنا كلنا، ادواتنا بتاعتنا كلنا، فروح يا شيخ ربنا يكرمك بالادوات اللي معانا واحنا عايزين وموافقين وشاريين، العب باللي تلعب بي، بس اهم حاجه ان انت تكسب. ولذلك مهم جدا انه جمهور الكوره يبقى ملموم حوالين منتخب مصر وفاهم وواعي ومستوعب انه ارجوكم يا جماعه كفانا عبسا، احنا بنتكلم على منتخب مصر. زيزو منتخب مصر، عبد المنعم منتخب مصر، مصطفى محمد منتخب مصر. هذه التصنيفات والتقييمات هي تصنيفات وتقييمات للاسف للاسف دخيله علينا، واللي حطها نوع من انواع السوشيال ميديا البغيضه البغيضه جدا. لانه انا اشوف لما يجي مثلا لعيب يجيب جول، انا بتكلم بصراحه بصراحه، لعيب يجيب جول منتخبنا الوطني لابس شيرت منتخب مصر، فلاقي صفحات للزمالك او صفحات للاهلي يقول لك لاعب نادينا الفلاني سجل، ولدنا الفلاني سجل. طب ما ينفعش ننسبه لمصر بس الفتره دي، ننسبه للبلد الاصل بتاعنا، انسبه للبلد وبعد كده نشوف الدنيا تمشي ازاي. ده الاوقع وده الاحسن يا جماعه، وخلونا نكلم بعض في الحاجات دي علشان احنا طالع لنا جيل ما يعلم بيه الا ربنا، محتاج رجلشه، فمحتاجين نرجلش الدنيا كده مع بعض. طيب.